ما الذي حصل اليوم في لبنان؟ سيدي الكريم، الذي حصل هو استمرار للفولكلور التافه إذا صح التعبير، والفارغ من أي مضمون دستوري. هي عبارة عن حالة من الديماغوجية، من المواقف الشعبوية التي لا تمت إلى الدستور بصلة. لقد عمد أن يغادر الرئيس منصبه قبل يوم من انتهاء ولايته، ما الرسائل هنا؟ لا، لأنه هو آخر يوم، هو عادة ليس منية، يعني ما يربح جميل الشعب اللبناني الظهر قبل بيوم، لأنه هو غدا بيكون أول يوم من بداية تسلمه، فبالتالي هو ما كان قبل بيوم من تاريخ تسلمه. يعني هو يعني النهار اللي تسلم فيه هو مثل اليوم، وبالتالي عليه أن يغادر، ولا يستطيع أن يبقى ساعة واحدة بعد منتصف الليل. يعني معناته بيكون عم بيزيد نهار إضافي على الولاية 6 سنوات. فبالتالي خاصة أنه كانت يجب أن تكون مرفقة، لو كان يريد البقاء فكان مبررا هو أن يعمد إلى عملية التسلم والتسليم للرئيس المنتخب، وهذا لم يحصل. فلذلك رئيس الجمهورية يعني مجبر تسليم الرئيس المنتخب، أو ربما حتى يعني اللافت هنا أنه قال الحكومة قبل مغادرة قصر بعبدة. دكتور نزيه، سيدي الكريم، لا 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 مفاعيل دستورية. الحكومة وفق الدستور تعتبر مستقيلة حكماً، وعندما أعلنت الاستقالة وتم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وفق الأصول الدستورية والتي عطل تأليفها رئيس الجمهورية بعينه بذاته، فبالتالي الدستور واضح، يعني المرسوم لا يتقدم على النص الدستوري. هذا، والنص الدستوري يقول بأن تعتبر الحكومة مستقيلة عند إجراء الانتخابات النيابية وصدور النتائج، وبالتالي هي بمرحلة تصريف أعمال وليس تربيح جميلة من أي مرجع من فريق رئيس الجمهورية العبسي في الحقيقة. ثانيا، هذه الاستقالة ليست من صلاحية رئيس الجمهورية أن يعطي أي تفسير أو أي اجتهاد دستوري، كما دخل يخرج، وبالتالي هذه هي حدود دور رئيس الجمهورية وفق الدستور. هناك مجلس نواب أعطى بالاستشارات الملزمة، كلف الرئيس الحالي للحكومة التأليف، وهو في نفس الوقت هو رئيس تصريف الأعمال، رئيس حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي ما جرى اليوم هو عبارة عن إعلان وليس عن موقف دستوري أو تطبيق دستوري. هو أعلن ما نص عليه الدستور وفق الجهابذة في القانون الدستوري، وليس وفقا لمنطقي الشخصي أو التفسير الشخصي لي. فبالتالي ليس لها مفاعيل، هي عبارة عن حركة شعبوية لكي يذكر بأنه هو الرئيس القوي ويعيد عودة الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية، وكلها نوع من للاستهلاك المحلي ولشد العضد وعصب جمهوره المتلاشي.